زبادي ومعجون الأسنان. عايزة أقولك وصفة الخمس دقايق، وصفة الخمس دقايق لتبييض فوري في دقايق، هيخلي بشرتك دي بيضة بتنور. اتحداكي تقومي تجربيها حالا، هتبقي بتبرقي كده وهتبقي قشطة، هتبقي بيضة زي القشرة. هيشلك التصبغات الجلدية من وجهك وهيفتح بشرتك وهيزلك اي سواد، حتى لو كان سواد زي الفحم هتبقي بيضة زي القشطة في ثواني وفي دقايق معدودة. وتحدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مويا من قناه وصفات سحريه مع مويا. حبايب قلبي واخواتي طلبوا مني، قالوا لي يا مويا احنا عايزين حاجه في دقايق، مويا انا مستعجله، مويا انا عايزه حاجه تفتح بشرتي بسرعه، مويا انا عندي مناسبه، انا مش هقدر استحمل بقى واستنى بقى يومين في الاسبوع ولا 3 ايام في الاسبوع، انا عايزه حاجه فوري. عايزه اقول لك الوصفه دي وصفه الانقاذ السريع، الوصفه الفوريه لتفتيح وازاله تصبغات البشره والمناطق الحساسه والجسم كله. من اول ما هتستخدميها هتلاقي بياض انت نفسك مش هتبقي متخيليه. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لايك للفيديو هو فضلا وليس امرا، حطي لايك حبيبه قلبي، ربنا ما يحرمني منكم يا رب ويسعدكم، ما تستخسريش فيا اللايك، ربنا يبارك لك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. اول حاجه حبايب قلبي، المكونات الاساسيه معايا في الوصفه هو معجون الاسنان واي نوع، ومعايا هنا الزبادي او الياغورت. هبدا اجيب طبق بالشكل ده. عايزه انصح نصيحه مهمه قوي قبل ما نعمل الوصفه مع بعض. اولا لازم لازم تكوني عامله مقشر حلو قوي قبل ما تستخدمي الوصفه، حتى لو كان قبلها بيومين ثلاثه، بس لازم مره حتى في الاسبوع او مره كل 15 يوم لازم تقشري جلد بشرتك. التقشير الحلو قوي واللي انا مجرباه، هتجيبي معلقه من السكر ومعلقه من القهوه على معلقه من زيت الزيتون، هتعملي تقشير ودعك لبشرتك لمده دقيقه وتغسلي بشرتك، ده هتعمليه كل 15 يوم. هبدا ان انا اجيب الزبادي بتاعي او الياغورت، ويفضل يكون زبادي كامل الدسم علشان يرطب البشره. انا مش هاخد من الزبادي او الياغورت بتاعي غير معلقه واحده بس كبيره من الزبادي او الياغورت. تمام. هنبدا نحط على الزبادي او الياغورت بتاعي المعلقه، هنبدا نعصر عليهم ليمونة كاملة، عصير ليمونة كاملة خالص اهي كبيرة، تمام، من الليمون. البنات اللي بتتحسس من الليمون ما تقلقيش يا روح قلبي، انا كمان زيك بتحسس من الليمون، بس بستخدمه لبشرتي لاني بعمل حاجة او حركة حلوة قوي بتخليني استفاد من اي مكون حتى لو كان حاد على البشرة، وفي نفس الوقت بشرتي ما بتتحسس. هقولك هنقلبه مع بعض، هقولك انا بعمل ايه بعد ما بستخدم اي وصفة حتى لو كانت حادة قوي. بدلك بشرتي بمكعبات من التلج، بتمتص اي التهاب وبشرتي ما بيبقاش فيها اي حاجة، لان انا كمان بشرتي حساسة. بدأنا ان احنا نقلبهم، الليمون مع الزبادي او الياغورت بالشكل اللي انت شايفاه ده معايا. تمام. هنبدأ نشوف هنعمل ايه. هنبدأ نحط معلقة كبيره من النشا او الكورن فلاور وهنبدا نقلبهم. عايزه اقول لك بعد ما اخلص الوصفه دي عايزاكي تقومي تجربيها حالا، وبعد ما تستخدميها بصي لوشك في المرايه هتلاقي بياض حلو قوي. الوصفه دي يا بنات بتنفع كمان للمناطق الحساسه، وبتنفع كمان للايدين، ولو عندك عقل اصابع او ايديكي مسمريه تقدري انك تستخدميها عادي جدا. تمام. هنبدا نشوف بقى هنحط المكون السحري ده، وهو الحليب المجفف او اللبن النيدو او اللبن البودره، وممكن تستبدليه بالحليب السائل عادي، هتحطي معلقه. هنبدا نحط منه معلقه بالشكل ده كده، وهنبدا برده ان احنا نقلبهم كويس قوي مع بعض. نصيحه مني ليكم، اوعي واياكي تنامي بالميك اب، ما تناميش بالميك اب. واول ما تيجي لو انت خارجه وحاطه ميك اب يا ريت تخفي من الميك اب، بس لو انت بتحطي مكياج اول ما تيجي لازم تزيلي المكياج وترطبي بشرتك، ولازم يكون عندك مرطب ممتاز ويكون مناسب لبشرتك. لو عايزيني اعمل لكم مرطب طبيعي لجميع انواع البشره اكتبوا لي في الكومنتات وانا اعمل لكم فيديو نعمل مع بعض مرطب طبيعي مناسب لجميع انواع البشره في الشتاء.
قلبنا مع بعض المكونات بتاعتي بالشكل ده، هنبدأ بقى نجيب المكون السحري ده وهو معجون الأسنان. بصوا يا بنات، معجون الاسنان في بنات كتير قوي قوي قالوا لي يا مايا ده بيدمر البشره، ده بيقولوا انه بيعمل وبيعمل. حبايب قلبي، في بنات بيستخدموه بطريقه غلط. يعني في بنات بتاخد معجون الاسنان وبتدهنه وبتحطه على الصابون وبتدهنه على وشها، ده غلط كتير جدا جدا. انت كده بتحطي الملح على السكر. معجون الاسنان زي ما ليه فوائد زي ما ليه اضرار، زي اي حاجه احنا بنستخدمها في حياتنا. معجون الاسنان مبيض طبيعي بس بيستخدم بمقدار معين وما بيستخدمش لوحده، لازم مع مكونات تانية. لو استخدمتيه بالطريقه الصحيحه هيديكي بياض رهيب. هتبداي تجيبي معجون الاسنان، وطبعا اي نوع معجون اسنان متوفر عندك، بس ابعدي عن معجون الاسنان اللي بيكون متلون، يعني معجون سنان لونه احمر، معجون سنان لونه مش، لا بلاش. مش هنحط من المعجون كتير، احنا حطينا معلقه واحده بس صغيره من معجون الاسنان، وهنبدا ان احنا نقلبهم مع بعض بالشكل ده كده لحد ما يتجانسوا خالص بالشكل ده. هنبدأ بقى نشوف هنعمل ايه وهنستخدم الوصفة دي ازاي. اول حاجة، اصحاب البشرة الجافة او اصحاب البشرة المختلطة العادية قصدي، هتحط زيت، وانا بشرتي جافة فهحط زيت، هحط معلقة صغيرة من زيت الزيتون. اصحاب البشرة الدهنية او البشرة المختلطة ما تحطيش زيوت خالص، وهنبدأ ان احنا نقلبهم علشان يدينا ترطيب مع الوصفة بالشكل ده. بصوا بقى كريم رهيب يشجع على استخدامه. بصوا شكله رائع. هتبدأي بقى تيجي يا برنسيسة على بشرتك وعلى بشرة نظيفة، وهتاخدي الفرشة بتاعتك وهتبدأي ان انت تدهني بالشكل ده كده وجهك كله وتحت عينيكي والرقبة والايدين كلها، وهتفرديه. اهم حاجة ما ينفعش تحطيه وتخرجي في الشمس على طول، لازم يكون الفرق ما بين حططان الوصفة وخروجك للشمس ساعتين عشان الوصفة فيها ليمون، تمام. هتبدأي تدهنيه بالشكل ده وهتوزعيه على بشرتك كلها، وهتسيبيه لمدة 20 دقيقة كاملة. طبعا معجون الاسنان بيعمل لسعة كده بسيطة في الوجه مع الليمون، ما تقلقيش منها خالص، هو كده بيعمل على ذوبان السواد ومش هيعمل لك اي تحسس. عن تجربة شخصية بنات، انا بشرتي حساسة، فانا لما بكلمك عن ثقة وعن حاجة انا مجرباها. هتستخدميه وهتسيبيه 20 دقيقة، بعد كده حبيبة قلبي بعد ال20 دقيقة هتبدأي تغسلي بشرتك بالمية الدافية، ونقفل المسام بالمية الساعة. بعدين نجيب قطعة من التلج، ده ضروري جدا، قطعة من التلج، وهنبدأ ان احنا ندلج بيها بشرتنا كويس قوي 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 لمدة حاجة بسيطة، يعني مدة اقل من دقيقة كده، تدليك تدليك تدليك. بصي بقى بشرتك هتنور، بشرتك هتبقى مشدودة، لو عندك اي اسمرار هيختفي، كمان مستحيل مستحيل هيحصل لك اي التهاب في بشرتك حتى لو كانت بشرتك شديدة الحساسية. يا رب اكون قدرت افيدكم بالوصفة، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.